كبير انت صبر طالب. لا انا لا صبر انت يا ضروري رامي تغطيه خذي خذي. دكتور محمد قوقاس مدير ساحة شمال الخليل. يعني هذا اسمه الفحص الرابيد تيست، هذا يعني عن طريق تحديد الأجسام المضادة في جسم الإنسان. فالإنسان الذي يعني عنده الفيروس موجود بدمه سوف يعطينا يعني علامات أو مؤشر أنه يحمل الفيروس، وعليه يتم تحويل العينة إلى المختبر لتأكيد الفحص. هذه العينات التي وصلت هي وصلتنا بالأمس يعني الساعة 12 ليلا، وسيتم توزيعها على جميع مديريات الصحة. يعني مبدئيا نحن وصلنا في حدود 5 إلى 6 آلاف عينة. معروف لدى القاصي والداني والصغير والكبير والشيخ ولكل شخص في هذه المحافظة أن إحنا محافظة صفت موبوءة، والفيروس منتشر يعني وموجود بيننا وعايش زينا في البلد. فصفة يعني الفحص هو مش لي بعمله على أساس أنا أشوف وضع الوبائي أو الحالة الوبائية في البلد. صف الفحص لآلية كيف التعامل مع المصاب في حالة احتاج دخول إلى المستشفى. فهم كيف؟ يعني إذا هو مصاب أتعامل معه في مستشفى كورونا، أو غير مصاب أتعامل معه في المستشفى العادية. سيدي فيما يخص يعني تشخيص الحالة الوبائية عن طريق أخذ العينات أو المسحات، مو مش بكثير صف شيء كثير مهم لتشخيص وضع الوبائي في البلد. احنا نطمن الناس بانه علينا الالتزام باجراءات السلامه العامه والتباعد الاجتماعي، هذا احسن سلاح يعني متوفر لدينا. انا دكتور احنا ما يتبيد ياخذنا ثمانية خمسة ثلاثة خمسة ستة ستة أربعة ستة واحد. اليوم أول يوم. Gracias.